ما يلخص توجه الدولة في التعامل معنا، قيل مرة في إحدى المناسبات البرلمانية التي كنت طرفا فيها في 2005. كان في نقاش في لجنة المالية البرلمانية وكنت عضوا فيها حول قانون بينوي بيتسوي، قانون الإخلاء والتعويض من أجل إخلاء قطاع غزة. وكانت اللجنة المالية منقسمة إلى قسمين متساويين، ونحن كنا متحفظين من الانسحاب أحادي الجانب بمفهوم أنه ليس بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ولذلك بنى من بنى أنه نحن سنكون في صف المعارضين للقانون. عندما جاءت ساعة الحسم كان علينا أن نقرر هل يؤدي تصويتنا إلى بقاء الاستيطان في غزة، أم يجب علينا أن نصوت حتى مع كل تحفظنا من انسحاب أحادي الجانب إلى جانب هذا القانون. وكانت اللجنة المالية منقسمة 8-8، وكان صوتي هو صوت 17. وفي لحظة التصويت قررنا أن نصوت إلى جانب القانون، وقلنا ليقبضوا وينقلعوا، المهم ينسحبوا. يومها إحدى الوزيرات ليمور ليفنات، كانت وزيرة التعليم والتربية، قالت جملة أعتقد أنه يجب أن تكون جملة مؤسسة لتوجه السلطة نحو المواطن العربي. قالت هذا القرار الذي اتخذ في الكنيست هو قرار قانوني ولكن قرار غير شرعي. لقالي أفل حكي أفل لقالي أفل لو لجيتيمي، قرار قانوني ولكن غير شرعي. في اعتقادي هذا يلخص كل توجه الدولة في كل ما فيما يتعلق في مكانة المواطن العربي، بأنه لا يستطيع أن يكون شريكا في نقاط الحسم الكبيرة. النقطة الأخيرة التي أريد أن أتطرق إليها هي قضية التعامل مع الحراك السياسي ومع الأحزاب. يجب أن نقر وأن نتبع هذا النهج، أحزابنا ليست أحزاب خدماتية، أحزابنا هي أحزاب تمثيل سياسي ووطني واجتماعي وخدماتي، لكن هي ليست أحزاب خدماتية. متى تكون خدماتية؟ عندما تكون جزء من الائتلاف الحاكم أو جزء من فضاء الائتلاف الحاكم، عندها يجب أن تقدم تقرير لشعبك شو كي على أي أساس فتت وشو حصلت. لكن أعتقد أنه هذا الأمر يجب أن الحذر فيه، بمفهوم أن لا نصبح مجرد مخلوقات سياسية تعيش على هامش المؤسسة الحاكمة، تتلقف ما يخرج منها، وبذلك أيضا قد يؤدي ذلك إلى التنازل عن قيم وعن مواقف سياسية. هذا ليس تفكيرا سياسيا عقيما، هذا ليس تفكيرا سياسيا قديما، هذه هي الحداثة بالرؤية المدنية الحقيقية لطبيعة العلاقة وعلاقة ومكانة الحزب السياسي. ولذلك هذا أمر أنا أريد أن يجري ترشيده بشكل واضح، وأن لا نقع في منزلقات ومطبات لا طائلة من تحتها. شكرا لكم.